تمام اكيد كولر مش هيعدي المباراه دي خالص، مش هيعديها يعني، مش هيعديها. أيوة. سيبك بقى من الارقام القياسيه والكلام الفارغ ده ما بيفرقش معايا. انا بتكلم على انت عايز نوعيه معينه من لعيبه النادي الاهلي. أيوة. يعني اي حد في النادي الاهلي حتى وهو مصاب، وهو مصاب مش هو تعبان، وهو مصاب. أيوة. وبيلعب بينزل مباراه، لا بيبقى عايز، لا ما لا انا هموت نفسي عشان انا بلعب باسم النادي الاهلي. فدي النهارده النقطه اللي فرقت بينك وبين بيراميدز، مش فنيا خالص، دي النقطه الفارقه النهارده. هو متحمس قوي، بيقول لك هو عايز بالنسبه له النهارده، هو النهارده ايه؟ خد بطوله. لا النهارده عارف يا ايمن، مباراه الموسم بالنسبه له. أيوه. هو النهارده اخر مباراه في النادي مع النادي الاهلي في الموسم، والنادي الاهلي ما فيش ولا هزيمه، فكل تركيزه كل مدير فن لعبته بكل تركيزهم عايزين نكسب النادي الاهلي النهارده. هو النهارده مباراه الموسم ليه هو، فهو نازل متحمس جدا، حتى في التحامات، حتى في طريقه الكلام، حتى في الاجريسيف اول النهارده، هو عايز كده، هو عايز يكسب النادي الاهلي. انت قابلته ما قابلتوش بكده، قابلته الى حد ما انك بتقدم مباراه هاديه شويه، نزلت مباراه هادي مش هتعرف تخش في مباراه ثاني، خصوصا انك بتلعب فريق واتفقنا كلنا هو فريق لعيب في لعيبه كوره كويسه. أيوة. متحمسين جدا، تحس النهارده الفرج على بيراميدز. ايوه انت لو ايه ده؟ لا اصرار وجري وغل وعايز عايز عايز يكسب باي طريقه، وكسبوا المباراه. لكن المباراه عدت، اكتر واحد استفاد منها النهارده هو كولر. كولر اكيد مليون في المية. اكيد.